بشعار غير تنويجيك الجزائري وين ما تكون، هذا ما حدث مع الوفد الدبلوماسي الجزائري اتجاه أحد ممثلي المغرب الذي أراد أن يظهر ليس بعضلاته بل عظامه الهشة أمام سفير الصحراء الغربي. لكن ممثل الوفد المغربي نسى أو ما فاقش أنه كائن جزائري حر وأصيل في القاعة، ورجعوا لمكانه الأصلي. الحكاية وما فيها أن أحد ممثلي الوفد المغربي والذي أراد إقصاء سفير الجمهورية العربية الصحراوية وإبعاد علم بلده من الاجتماع حتى وجد نفسه منبطحا في الأرض بعد حركة الإيبون من الجزائري الذي لم تكلفه إلا ثواني معدودات. بدون حشمة ولا حياء ممثل المغرب لتهجم على سفير الجمهورية العربية الصحراوية لمين باري على طريقة الشوارع حتى القى روحه في الشارع بأياد جزائرية. وبما أن اليابان هي من احتضنت القمة، فكانت حركة الإيبون اليابانية على الطريقة الجزائرية في قمة دبلوماسية تحذيرية لانعقاد الاجتماع السنوي بين الدول الإفريقية واليابان، فكانت اللمسة الجزائرية بشعار تغلط تخلص. فبعد تفنن البطلة الأولمبية إيمان خليف في ملاكمة منافسيها فوق الحلبة، ها هو الدبلوماسي الجزائري يتفنن في الإطاحة بالمغرب بكل قوتنا في رسالة مشفرة أن الجزائري ميحبش الحقرة ويحقر الحقارين. سلوك غير إنساني ولا رجولي أضاف تبهديلة جديدة إلى سلسلة الفضائح المغربية التي وجدت البطل الجزائري بالمرصاد. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.